منذ مدة عدة أيام أمضينا بيان يوم 8 جوان 21 منسق جهوي نطالبوا فيه بعقد هيئة سياسية موسعة ونطالبوا فيه بتصحيح المسار ونتسائلوا حول الهدف والمغزى من إمضاء البيان الشهير المشترك بين كتلة الحركة بين كتلة الحزب نتاعنا هذا تنصرنا نحب الساعة قبل كل شيء بالنسبة للمدير التنفيذي للحزب اللي هو لحد الآن سي حافظ القاضي السبتي انتم تطلبوه باش يعقد هيئة سياسية في أقرب الأجل هل سيستجيبوا لهذا ولا؟ بطبيعة الحال إن شاء الله باش يستجيب احنا الحركة نتاعنا هذه باب حمناضة على نقاط الحروف اللي هي حركة التمرد ولا حركة باش نعملوا شق جديد في الحزب ولا باش نعملوا هي ما في الشرق في الشرق في السبعينات كيقولوا مسار تصحيحي ساعات يكون انقلابات لا 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 احنا في الصح والمسار داخل اطر الحركه داخل الاطر الشرعيه عندنا نظام داخلي عندنا نظام اساسي نحبوا نحترموه بين الفصول نتاع النظام الاساسي تقول الهيئه السياسيه هي الهيئه التنفيذيه في الحزب المؤتمرين والهيئه السياسيه تجتمع مره كل 15 يوما او مره كل شهر انا نحب نفعلوا البنود هذه بكل معناتها ببساطه ونحبوا معناتها السيد المدير التنفيذي يكون اكثر معناتها فما اكثر تشاركيه واكثر ديمقراطيه في اخذ القرارات لانه عندنا العديد معناتها من القرارات نسمعوا بها قرارات مسيريه وقرارات هامه ما تقعش استشاره الهيكل الجهوي القاعدي احنا دورنا كمنسقين جهويين هو حلقه الربط ما بين القاعده ما بين المحليات ما بين القواعد وما بين المركز كان جيوا هنا جوستومون البيان الاخير اللي خرج مع سي حافظ قائد السبسي وحركه نداء تونس وحركه النهضه انتم تقولوا نرفضوا فكره انصهار في النهضه او التحالف معها استراتيجيا وقالوا انتم اخترتوا التعايش تقولوا وانكم تختاروا التعايش دون التحالف وانصهار فيه يعني هل ساعه وصلت المساله الى انصهار النداء في النهضه؟ مع النهضة؟ لا مش ما نخليوهاش توصل ما توصلش اما احنا شنو احنا مبدا التعايش والتوافق مع النهضه هذا مبدا هو النهج السياسي المؤسس الحزب والحركه الباجي قايد سبسي وهذا ماشيين فيه ما عنديش مشكل انا شخصيا فريانا نتعامل مع هذا مش من حركه النهضه وعندي معناتها اصدقاء من النهضه ما عندي حتى مشكل متعايشين ونخدموا مع المناسبة حتى مع الاطارات على مستوى الحركه في الجهات كل شيء نتعاملوا ونتناقشوا في المجالس الجهويه في المجالس المحليه التنميه ما عندنا حتى اشكاليات اما باش تولي معناتها فما خطوات اكثر معناتها للتقارب ولا بتتر نخمو غدوه في قوائم مشتركه ولا حاجه هذا خط احمر هذا خط احمر لان احنا عندنا قواعدنا عندنا مناضلينا اللي رافضين رفض قطعي باش نعملوا قوائم مشتركه مع حركه النهضه بالانتخابات البلديه مثلا ورافضين باش يكون فما معناتها تقارب اكثر وحتى القياده اللي كانت ترى كونه من الصالح باش فما هيئه عليا ولا هيئه جديده هذه قرارات مصيريه وهذه قرارات هامه تاخذ بعض التشاور مع 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 القواعد ومع حتى ابسط الاشياء التشاور مع مش سنواب نفسهم اللي حاضرين معنا البارح في سوسه قلت البارح قدرنا اليوم ما كانوش على علم اصلا بالجلسه هذه وباللقاء هذا دونك احنا هذه التفرد اي معناها شو معناها هكا مشي حفقه تسبسي واحد واجتمع بيهم لا مشي هو اعضاء كتله هو صفته ايه باهي اي معناها مجموعه لا لا مشيو مجموعه اما الكتله راهي فيها 59 نائب ولا 57 تو فما زوج استقالات اما 57 نائب ماهوش سبعه نواب دونك بقيه النواب ما كانوش على علم واحنا كقيادات جهويه وكاعضاء هيئه سياسيه موسعه لازم نكونوا على علم وتشريكنا انا سمعنا في حركه النهضه وقعت ثلاثه اجتماعات قبل ما يقع اللقاء مع حركه مع حركتنا اجتماع في مكتب التنفيذي واجتماع مجلس الشورى وخذوا قرار ومن بعد بالاتفاق احنا كنا ممكن ناخذوا قرار معناتها مش معناتها مساله احنا الشكل منهجيه العمل هذه والتفرد بالراي هذا هو الرافضين وهذا شنو طالبين احنا طالبين السيد المدير التنفيذي نكونوا له كل الاحترام والتقدير كون مزيد من التشاركيه مزيد من الديمقراطيه يعطي حق الجهات معناتها في اخذ المعلومه وفي ابداء الراي في الخطوط الكبرى للتوجه اذا كان ناخذ ممثلي الجهات معناها قداه ممثلين عندكم تاع الجهات انتم منسقين جهويين؟ احنا تو 30 دونك 26 اللي اجتمعتوا في هذا؟ لا لا احنا في البيان الاول صح وفي 21 تنسيقيه جهويه من بعد الاستاذ رؤوف رقيق منسق الجهوي تاع نابل نقدم له كل الاحترام والتقدير نابل واحد تراجع وهو من حقه باش يغير رايه بقى دونك 20 منسق جهوي خذينا معناتها فما تعرف فما في التنسيقيات الجهويه عندنا تنسيقيات جهويه كيش يقولوا مش معناتها
اللي عند عندهم وزن كبير على المستوى الخاص، في جهات كبيره كما يقولوا سوسه، كما يقولوا المستير، كما يقولوا بنزرت، كما يقولوا القروان، كما يقولوا الكيف، كما يقولوا الريانة، وفما معناتها هذوما عمود الفقري تاع الحزب، التنسيقيات الجهويه. تعرفوا احنا حزبنا مر بعديد من الصعوبات، وكان ديما التنسيقيات الجهويه كان ديما يصمم الامان باش الحزب هذا ما وقعتش فيه انشقاقات كبيره، حتى كي خرجوا بعض القيادات وحدهم ما خرجتش الهياكل، ما خرجتش لماس كبيره قاعده شاده بفضل الهيكل هذا تاع المنسقين الجهويين، الهيئه هذه اللي هو العمود الفقري تاع الحزب. وفما تناغم كبير ما بيناتنا، لان احنا خدمنا الحمله الانتخابيه التشريعيه، خدمنا الحمله الانتخابيه الرئاسيه الاولى والثانيه، وهذوما الناس اللي ساهمت في صعود الاستاذ باجي قائد السبتي لدفعه كارتاج، وساهمت باش وصل حزبنا عنده 80 نائب معناتها في الانتخابات التشريعيه، وباش وصلنا للحكم. هذوما العمود الفقري تاع الحزب، هذوما عندهم الشرعيه النضاليه، عندهم الشرعيه التاريخيه، وعندهم الشرعيه الميدانيه. شنو اجابه الطرف الاخر؟ لا الاجابه احنا قاعدين نتفاعلوا، ما عندنا حتى اشكال، معناتها قاعدين نتفاعلوا. حكيتوا مع بعضكم ولا ايه؟ بطبيعه الحال احنا ديما باتصال قاعدين نتفاعلوا، فما تجاوب ان شاء الله. احنا ان شاء الله الاسبوع هذا زاد عندنا لقاء. احنا شوف انا حزب ديمقراطي وحزب شفاف، نعرف في بعض الاحزاب الاخرى يقع اكثر من هكا برشا، لكن ما تخرجش الاعلان. احنا بقى خصوصيه الحزب نتاعنا كونه معناتها شفاف، حتى ساعات شفاف اكثر من اللازم. صدقوني معناتها انا جاي اليوم ما عنديش لا باش نعمل لا بوليميك ولا باش نزيدوا معناتها في نعطيو ايماج خايب على حزبنا ولا حتى شيء، ولكن احنا حزب ديمقراطي في صوت حر، في صوت اللي يقول معناتها وقت اللي نلقاو ثنيه ماشي مش في ثنيه الباهيه. احنا قادمين على استحقاق انتخابي كبير، الانتخابات البلديه بعد 7 اشهر، نشوفوا في روحنا كيف نشوفوا الثنيه هذه، مش نلقاو معناتها نتيجه طيبه. نحبوا الصح والمسار، نحب نحيوك الخط الوطني اللي اسس عليه الاستاذ باجي قائد سبسي الحزب هذايا، اللي هو فيه مجموعه من الالتزامات. نحب نحيوه هذوكم، ونحب نكونوا اوفياء للقواعد نتاعنا. عندنا مناضلين في جهاتنا، عندنا ناس صوتت لنا، عندنا ناس قام 6 تاع الصباح لحد صوتت. سي انيس ما ينسالش، غنذكر ضيفنا سي انيس معزون، كلامك هذا يطابق مثلا كلام سيروف الخميس اللي يقول شعارات تصحيح المسار ودعم حكومة السيد يوسف الشهيد، كأنه ووفاء لخط المؤسس الباجي قائد سبسي، كأنه تتهمه في الشق الآخر بأنه هو اليوم لا يدعم حكومة يوسف الشهيد، ومعناه كأنه حاد بالحركة. شوف بربي باش ما عندناش توا باش نعمل شق جديد شق آخر. احنا نحكيو كقواعد، احنا تعرف قاعدنا كقواعد. أنا مانيش قيادة، أنا ما يعتبرونا الصف الثاني ولا صف، مش مشكل، صف الثالث، صف الرابع، عندنا حتى مش، احنا العمود الفقري لهذا الحزب، احنا غدوة. أنت تو حزب معناتها كيما قلت جيش كله جنرالات، ما يلزموا شوية جنود، ويلزموا شوية دي كابورال ودي جازيجون ودي ليتنون، احنا هذوك اللي بتي ليتنون اللي في الجهات، معناتها فهمتني؟ ما عندنا لا شق لا حتى شيء، احنا الحزب. تعب من الآخر، احنا الماسكين الجويين، التنسيقيات الجويين، الحزب. الحزب مش في الآكل، أربع قيادات جدد دخلوا مرحبا بهم وكل شيء. فهمتني؟ ويعطيونا اضافه مرحبا بهم، اما الحزب هو راهو الجهات هي القواعد، هذا هو متعارف عليه في كل دول العالم. اكيد خالد شوكيت عظمى الشناب على فرنسا وقياداتنا وتحمل مسؤوليه حكوميه، وكان تقسم باسم الحكومه واحترموه، تو مدير مركز دراسات قاعد يخدم بخدمه كبيره، وهو ولد الحزب. معناتها باش نبداو واضحين، ما عندنا حتى اشكال لا مع خالد ولا مع غيره، نبداو واضحين. قاعد نختلفوا في الرؤى، نختلفوا في الطريقه، نختلفوا في الثنيه، وهذا في حزب ديمقراطي، حزب معناتها عنده هياكله وعنده مؤسساته. نحكيو في وسط هياكل، نحكيو في وسط مؤسسات، ما نسمعوش، نضطروا باش نخرجوا للاعلام. جو فيان با بار غيتي دو كور ولا معناتها فرحان باش نحكي. يعني تقول اديفو دو حوار، الحوار يخرج بطريقه او باخرى. اما يبقى ديما وتستعملوا انرجيمون ماسيف. يبقى ديما حزبنا هو فوق كل اعتبار، والمسحه وقت اللي باش تقتضي باش نعاودوا، باش نعاودوا هنديما شمنا ملموم، ما عندناش مشكل. اما وقت اللي باش توحد اكثر سهول باش توحد، ما عندناش اشكاليه، ما فماش حتى ني حب نطمن. فما ناس برشا ناس بربي حب نفتح قول، حب تركب على الحدث هذا، وتحب معناتها بعض القيادات اللي خرجت قبل، ولا يقولوا هو شق ناجي جلول، ولا هو شق يوسف الشاهد، ولا ما لنا شق حتى حد. رانا اطارات، عندنا مخاخ نفكروا، رانا اطارات، عندنا الباك جراوند تاعنا، وعندنا رمزيتنا في جهاتنا. رانا كلام بعض الاسماء كي نسميهم في جهاتهم عندهم رمزيتهم، عندهم معناها. لا يا دي جون جوسكا يا ان سومين يدافعوا على حفل قائد السبسي، وي سون بروش معناها.
لكن يقول لك زاد بلغ سالو زبير ثم حاجات ما عادش شفتوا البيان الاخر هذايا نبهتوا فيه. ونعاود نكرر تو نزار عيد نفس الشيء نعاود نكرر مشكلتنا مش مع السي حافق سبسي كمدير تنفيذي مع كل الاحترام، اما في الطريقه نتاع التسيير هذه وفي اتخاذ هذه القرارات الاحاديه دون تشاور. لكن انتم رضيتوها وقت اللي مع محسن مرزوق كانه اليوم زاد السحر ينقلب على السحر لي ميم براتيك راهو من غير ندخلوا في لي ديتاي نعرفوهم بالكدا عليك سويفي مون ريغار. نفس اللي صار مع محسن مرزوق عام ونص التالي توقع تصير معاكم انتم اليوم كانه فما تصفيه لجماعه نيدي مش باش تصفي فما انا فو ديسكور اليوم احنا اليد في اليد مع النهضه ماشيين باش نحكموا مط 20 سنه. هذا قالوا محسن حسن اكدونا المنسق الجهوي يتفكر الاخر اللي جبناه ضيفنا هوني وقالوا الناس يقول لك اليوم احنا هذه هي هذا هو النداء الجديد. يا سي شوف اخويا احنا في التوافق مع نهضه ما عندنا حتى مشكل، احنا عندنا عامين توا نحكموا مع نهضه وهنا نعديو في القرارات وهنا نعديو في القوانين ما عندناش اشكاليه. هذه انتم تسموا تعايش هذه معناتها البلوكاج مونتان فوتنيه ما عنديش حتى اشكاليه. انا في مجلس الجهوي في ولايتي نقعد جنبي ماسكه الجهويه تاع مرأة نتاع متفقين ما تقعد بجنبي مرأة فاضله فهمتني تقعد بجنبي ونحكي ونتشاوروا في مصلحه الجهه في التنسيقيات المحليه في المجالس المحليه التنميه والمشاريع اما مشاريع كبرى نتفاهموا فيها احنا والنهضه ما عندنا حتى اشكاليه فهمتني معناتها نتعاملوا معاه ما عندنا اشكاليه. اما اكثر من هكا لا لا هو توا انا تابعت عديد الانشطه نتاعك وتصريحاتك مثال صباح النيوز توا البارح ولا البارح انت تحكي ياسر على التعايش. تعرف نظريه التعايش السلمي للكوليسيون سباسيفيك كانت احدى مقومات ايديولوجيا روسيا او الاتحاد السوفيتي مع امريكا وقت لاغير فخواد. يعني كانكم في حرب بارده انتم ولا امبيتيال يعني تكون سلم دافيه. شوف سوفي انا نحبوا في الانتخابات هما استحقاق انتخابي جاي نحبوا احنا في التنافس مع النهضه احنا مو زوز احزاب الدرب نتاعك الدرب نتاعنا نضرب عليه ونربح وعندي امكانيه باش نربح في عديد من الجهات علاش نسلم فيه احنا نحترموها ونقعدوا معاها ونحترموها احنا في نظام ديمقراطي توا لازم نتنافسوا ما لك كيفاش الديمقراطيه.